رقية رقية اللي طلعت من كربلة وشوف أبوها على وجه الأرض، جابوها إلى الخربة خلوها في تلك الخربة ليلة من الليالي يقولوا قعدت اليتيمة وهي تنادي أبا حسين أبا حسين. وإذا بيزيد سمع الصوت ارتفعت الصيحة من داخل الخربة، قال ما الذي جرى؟ قال تراك يتيمة الحسين جاية تسأل عن أبوها الحسين، ماذا نصنع؟ قال حتى تسكت هاليتيمة احملوا لها رأس الحسين. جابوا رأس أبوها خلوا في طبق، غطوا الطبق بمنديل خلوا أمام اليتيمة، ويا ما شافت رأس أبوها شلون حالها أول ليلة بالشام لما وكل ليتام خرابه قالوا تنام، وفي وسط الخرابة رقية صيح بابا آه إجوها يسكتوها بكل شيء ما رضوها. إيش سووا إيش سووا يا شاعر؟ قال جابوا راس أبوها إجوها يسكتوها بكل شيء ما رضوها، جابوا راس أبوها والدم صاير خضابه رقية صيح بابا. خلوا الراس أمام اليتيمة انكبت عليه، أخذت الراس خلته في حجرة صارت تمسح الدم، أكو ضربة على جبين الحسين صارت تمسح الدم عن تلك الضربة. سوت بعد اليتيمة خلت فمها على فم أبيها الحسين آه. قالت يا أبويا اقعد شوف إذني أبا يا حسين أبا يا حسين شوف شو اللي صار علينا من بعدك، ها شلون حالتها؟ أكملي لك لو لا؟ ش صار على اليتيمة؟ انكبت على رأس أبيها آه، جابوا رأسه وشافتهم من بعيد قالت هلا برأسك يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد، بويا يا بويا ليش قطعت بينا يا صنديد وتركتنا ويا ناس مو شجاوي، خرت على بوها والنفس ترديد. هدأت اليتيمة الآن تقوم من على رأس أبوها ما قامت ما سمعوا إلها صوت، التفت الإمام زين العابدين عم زينب ارفع اليتيمة عن رأس والدي يعني نامت، قال له عم زينب لقد ماتت اليتيمة على رأس والدي. ويا تقل لأبويا والله عظيمة 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 بويا نصير من زغر يتيمة ايه من عقبك والله لجيمة. تحب تسمع صوتك تخلي مسلم الليلة يسمع عنتك لو لا؟ خلها توصل إلى قبر مسلم. قالت والله النوح من عقبك من عقبك لجيمة. والله لجيمة أثار الأبو يا ناس والله أثار الأبو يا ناس خير آه.
حلفي على بناته وحريمه وحسينه.